بعد فوزهم الكبير في الجولة الأولى على نيوكاسل يونايتد، اتجه سيتيزنز لملاقاة كارديف سيتي والعنوان مواصلة الانتصارات المبكرة. دقائق الشوط الأول مرت عقيمة على كلا الجانبين، وعند الدقيقة 52 تمكن البوسني إيدين جيكو من منح الزوار هدف التقدم، لكن 8 دقائق كانت كافية ليعيد الأيسلندي آرون غونرسون التوازن لكفتي النتيجة قبل أن يجمد فريزر كامبل أحلام سيتيزنز بهدفين مثيرين من ركنيتين وبنفس الكيفية تقريبا، وقلص ألفارو نيغريدو الفارق برأسية في الوقت البديل.